يعني مش اول مره اقولها، وهو فادي بيعرف ان انا قد ايه بحب العب معه. فادي الخطيب بيسالوا مين اقوى لعيب لعب معه، بيقول اسماعيل احمد. انت برايك مين اللعيب اقوى واحد بالدوري اللبناني؟ لانه فادي انا بالنسبه لي من الاساطير اللي في باسكت بول اللبناني او على مستوى اسيا او العرب، يعني بدنا وقت نشوف مثله. اوكي، فادي من اللعيبه اللي فعلا وانت بتلعب معه، بس المهم تبقى عارف انت الرول تبقى لك حده شو، فبيريحك. فاذا انت قدرت تستفيد منه وتريحه وتعمل الجوب الباقي ان هو تحطه على هيدا المحل، بيربحك بطولات يعني.